ناس، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. انا رجاء. انا احلام. اليوم قررنا نديرو تحضير اندومي. كما شفتوا في العنوان اندومي، غادي نديرو اندومي الحار. مهم، انا تحديتها وقلت لها انا اصلا ما كتعجبنيش الاندومي، كما قلت لكم في فيديو اللي سبق قلت لكم مدمنه الاندومي، عاشقه الاندومي. المهم البنات شوفوا، الاندومي ديجا هي حاره. البنات والاولاد، البنات والدراري، الاندومي هي ديجا حاره، فانا زدت لها، درت لها الحار ديالها وطيبتها في البوطه، لحقاش شي وحده كيديروها في الميكرووند، وزدت لها الحار بودره. اوكي، هاي الاندومي وجايبين معنا كاس ديال الماء، وغادي نشوفوا شكون اللي غادي ياكلها دغيا. كما قلت لكم انا ما كتعجبنيش الاندومي، ولكن غادي نحاول. I try my best. صافي، مهم غادي نبداو. يلا، واحد جوج ثلاثة. انا غادي نكحلها عندي. I don't like it. ويلي بردات، انا اول مرة كناكل هذا الشيء، اول مرة. كيفاش حارة؟ كاش قطع شوية حارة في الشعر. يلا رجاء. انا ما قديت لها الصراحه والله. ما اولي راجع. فما البنات حار. نشوف شحال دخلت. ايوا، اللي ما ربحش نحكموا عليه في الفيديو الجاي. كيفاش تحكمي عليا حبيبه؟ اختي واش تحكمي عليا؟ عارفه راسي انا اللي خاسر، لحقاش ما كنقبلهاش. شحال هز. ما عرفتش كي كديري تاكلو هاد الأشياء. صراحة حنا شبعانين، عاد كيتلينو وراح نزيدنا هاد الاندو. يا سلام. وكان درناها مع الرو، تجي حارة بزاف، ولكن هكا ما جايش حار وحار بزاف، ولكن كتشفق. رجاء مسكين، نشوف شحال. شوف انا قريب نكمل. اللحظات الاخيره جايز، انا ما قديت لهاش، ها هي شوفوا شحال بقات. انا ما كنقدش لهذا الشيء، استسلمت. خلي جاي توج بالتحدي، اصلا كان ما بقي لها والو، فغادي نسمح لها في حقها وحقي. قولي لها الاخت انا ما عنديش مع الاندومي، كتعجبني كيعجبوني لي بات بصح هاد الاندومي ماشي ديالي. صافي الفيديو جا، هي ما حرحتهاش بزاف، ماشي حاره بزاف، المهم كاين شويه ديال الحروريه، ولكن ما عرفتش. سلي سعدات كتعجبني. هاكي كوليتي هاد
كيسالي بالراحه. هذا هو التحدي، هذا هو انا فزت، وان شاء الله في الفيديو الجاي، في الفيديو القادم غادي ننتقم من رجاء علاش كانت كتوبخ الاندومي بطريقه خايبه. بخ الاندومي اش انا مبخ الاندومي ما كتعجبنيش. ما خصكيش تقول علاش حاجه خايبه اختي، ها اللي ما كلاهاش حدي ما دار والو في حياته. وانا بنات نجيبها لي في العسل ما تدوزش ليا مسكينه مسكينه. المهم شنو ندير مسكينه هيك. هذا هاد الاندومي غادي نديرها لها العقاب ديالي، ولا العقاب ديالي انا اللي غادي العقاب ديالي، اولا العقاب ديالي وغادي نديرها لها الاندومي. اصلا دايره بحال الشعر هنا هكذاك كيرلي كيرلي هير، غادي نديرو لها فوق راسها اللي بغا شاكلو اصلا اللي شاكلو بكي لا قبل. المهم البنات الفيديو خليني نهضر معاهم سريع. الفيديو التالي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحكم على رجاء بشي حكمه اللي غادي ديرها، وغادي نحط لكم واحد المقطع ديال هذا الفيديو باش تعقلوا، باش الا نسيتو انا نعقلكم. صافي البنات هذا هو الفيديو، جيسبر يكون عجبكم البنات والدراري صافي ليا جيسبر يعجبكم. ما بعدا ما هي ما عرفتش. المهم الفيديو الجاي غادي نشوف واش الفيديو الجاي. انا قولي لي اختي دوك يقول لي ما عرفتش ما عرفتش قولي لي شنو هي الحكمه باش يمشيو يديو واش باغي تحكمي لي. ما عرفتش كتبوا لنا في لي كومونتير ولا قولوها ليا في انستغرام قولوا في لي كومونتير داكشي اللي كاين. يعني هي فاست بالتحدي قولوا لها شنو هو زعما شنو بغيتوها تحكم عليا باش دير لي صافي. وهادشي اللي كاين هذا مكان البنات، درنا تحدي الاندومي ومازال جاي ان شاء الله من القدام تحديات وفيديوهات جداد ان شاء الله من القدام. داكشي اللي كاين ما تنساوش الفيديو قصير درناه ليكم. فيديو سريع صافي ما بغاش. المهم عقاب الفيديو الجاي. المهم كما قلت لكم خلونا الاراء ديالكم في لي كومونتير وشنو بغيتونا نديرو الفيديوهات الجايين. ما تنساوش دعمونا بلي لايك ديالكم وسبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على المتابعة. بيس.